أعزائي، يسعد صباحكم ومساءكم وكل أوقاتكم. أنا عصام منير وبرحب فيكم بقناتي على اليوتيوب أطبخ عصام منير أو عصام منير كيتشن. إذا كنتوا جداد على قناتي بتمنى عليكم تعملوا سبسكرايب وتضغطوا على علامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولا تنسوا اللايك وكمان الشير، وكمان تفوتوا على الفيسبوك والإنستغرام عصام منير كيتشن وروابطهم موجودة في صندوق الوصف، وتعملوا لايك وفولو وشير عشان يكتر عندي وعندكم الخير. بحب ألفت نظركم أن كل مقادير الوصفات موجودة في صناديق الوصف لكل وصفة، واللي عنده أي استفسار أو سؤال بيقدر يتواصل معي عن طريق الكومنتس أو الفيسبوك والإنستغرام كمان. اليوم رح نعمل مع بعض سلطة الكولسلو. سلطة الكولسلو هي بالعربي سلطة ملفوف وجزر بالمايونيز. هي كتير سهلة، بأربع مكونات خفيفة، لا رح نضيف عليها ولا تردوا أنه بنضاف عليها كتير أشياء. هلا رح أعطيكم الكولسلو الأصلية، بعديها حبيت تضيفوا اي شيء تاني ما تسموها كولسلو، سموها كولسلو شيء تاني. رح نحتاج ملفوف سلطة، مش الملفوف العادي تبع اللف، لا، بدنا ملفوف سلطة بيكون حجمه اصغر، مضغوط اكتر، ملفوف مش فاضي من جوا وطعمته بتختلف. رح ناخد نص ملفوفة نفرمها زي ما انتو شايفين، فرم ناعم الى خشن، لا هو ناعم كتير ولا هو خشن كتير يغلبنا، لا هو ناعم الى خشن زي ما فرجيتكم. جيب الجزر تبعنا منقشره كتير منيح، وما بدنا نترك قشر صغيرة، لا بدنا نقشره كتير منيح لانه القشر اذا انترك بصير اسود، بعدين ببين اسود. منقشر الجزر من قيم القمع الفوقانية والتحتانية وعلى المبرشة، مش بالسكينة مش بالتقسيم، على المبرشة على الجهة الخميرة. نبرش هون كتير منيح ومنخلي حبة الجزر طولية عشان تطلع البرشة اللي منبرشها طويلة مش فتفيت. نبرشها من الشقة الخميلة عشان ما نجرح ايدينا. شايفين كيف هون هاي الملفوف الفرمة كيف تبعته والجزر حبته طويلة. منضيف عليه السكر تبعنا وبنخلط كتير منيح. ما بصير نحط المايونيز بعدين نحط السكر، السكر ما رح يدوب والسكر ما رح يتوزع، لا، بنحط السكر بقلب الملفوف ومايونيز بقلب الملفوف والجزر هلأ، وبنخلط كتير منيح بعدين بنحط المايونيز. هلأ هون المايونيز بنحط بهاي الكمية، حاطت 7 معالق مايونيز. لكن أنا بدي ألفت نظركم إنه المايونيز ما إله عيار، لأنه بيختلف حبة الفرمة تبعتك للملفوف والجزر. إذا كانوا ناعمين ما رح تاخد مايونيز كتير، وإذا كانوا خشنين رح تاخد مايونيز أكتر. عشان هيك حطي مايونيز على الخليط لكل الخليط يكون مغلف بالمايونيز. ما بدنا شقفة تكون شايف مايونيز، في مايونيز في الموضوع، مش مايونيز كتير يكون يبطل يبين الخليط، لا، بدنا اياه يكون مغلف الخليط. تقدروا تاكلوها بنفس اليوم لكن بنصحكم تاكلوها تاني يوم، تاني يوم بتكون كتير اطيب. الملفوف الجزر بتكون تغلغل مع المايونيز والمايونيز اخذ من طعمة الجزر والملفوف اللي نزلت ميته السكر، بيكون طعمته غير عن اول يوم. اول يوم بيكون مايونيز وملفوف جزر، لكن لما تاني يوم بتصفي السلطة هيك هي صارت طعمتها. إن شاء الله يكون عجبكم وصحتين وعافية. إذا عجبكم نعملناه بتمنى عليكم تفوتوا على قناتنا على اليوتيوب عصام منير كيتشن أو مطبخ عصام منير، وتضغطوا على علامة السبسكرايب وعلامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان لايك للفيديو بدنا نوصل أكبر عدد من اللايكات، وتقولوا لأحبابكم وأصحابكم وجيرانكم كمان يفوتوا على قناتنا ويعملوا سبسكرايب ويضغطوا على الجرس عشان يوصلهم كل جديد. صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام كمان بيستنوا لايكاتكم وفولواتكم وسبسكرايباتكم. أنا عصام منير، بتشكركم وبشوفكم بفيديو جديد.